لفظ الجمال، لفظ الجلال الرب فيه تربية. اربطي دايما، وان شاء الله هنبقى نتكلم عنها، الرب بالاب. واحنا بنقول رب الأسرة. الله ينور عليك. فالرب ممكن يعاقب. ولذلك تلاقي مع لفظ الجلال الرب في عقوبة. قال الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فصب عليهم ربك، ما قالش فصب عليهم الله. لأن لفظ الجلال الرب اتربى، اتربى احسن لك. كأن سيدنا موسى بيقول لهم خلي بالك العقاب والشدة والحزن. الله ينور عليك. إنما اسم الجلال الله الرحمة والحنية والطبطبة، بيطبطب عليك، ده هو الله. تعال أقول لك بقى مفاجأة حلوة أوي. طب احنا لما بندعي بنقول يا رب، هقول لك، وبنقول اللهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك، لكن اكثر الادعيه الرب. ليه بقى سعادتك؟ حاجه حلوه قوي. الله توحيد الوهيه، الرب توحيد ربوبيه. الله الوهيه طالعه مني انا، الوهيتي تالهي لله، عبادتي لله، دعائي لله، استغفاري لله، صلاتي لله. فالله طالع، الرب حاجه نازله. فالرب المدبر، الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المعطي، المنقذ. تمام كده يا فندم؟ مركزة معايا حضرتك؟ مركزة والله العظيم. فلما أقول الله طالع، ولما أقول الرب، يبقى اللي نازل لي من عند الرب. فلما بقول يا الله، كأني شايف شوية من عبادتي. شايف إيه؟ أما هو إلهي، فأنا بعبد الإله. إنما ربي، ولله المثل الأعلى، زي الأب اللي بيعطي من غير مقابل. فلما بقول له ربنا، كأنه بقول له يا رب، ما تبصش لعبادتي ولا تبص لذكري، والله ما لها قيمة. أنت بتعطي بلا سبب وبتعطي بلا حساب، فأعطني بلا شيء. فلما بقول له ربنا، بقول له أنت ربي، وأنت اللي رزقتني، وأنت اللي خلقتني من غير أي شيء. فلما بقول ربنا، بقول له اديني حتى لو أنا ما استحقش. ده السر في ان كل الادعيه في القران يعني فيها دلال شويه من العبد لربه، يعني فيها اعلان افتقار، فيها اعلان تذلل، فيها اعلان انكسار، فيها اعلان ان انا ما استحقش، فيها اعلان ان انا مذنب. لكنك يعني رب، يا رب يعني انت اللي بتديني وانت اللي بترزقني وانا بعصي، بس انت ربنا. أيوة يعني هي دي. علشان كده بنقول ايه؟ أنا ما استاهلش لكن أنت ربي، أنا عاصي لكن أنت غفور، أنا ظالم لكن أنت عادل، أنا ما استاهلش خالص. يا رب لا تعاملني بما أنا أهله، وعاملني بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أدي معنى كلمة ربنا، أنا ما استحقش لكن أنت كريم، أنا عاصي لكن أنت غفور، أنا ظالم لكن أنت عادل، وهكذا. أدي السر في إن معظم الأدعية بكلمة إيه؟ بنقول يا رب، ربنا.